أهلا بكم. زرت سوريا في 2011 وتحديدا في جويليا في إطار زيارة عمل، حيث كنت أعمل في جريدة الخبر الجزائرية، وهي الجريدة الوحيدة التي دخلت إلى سوريا. وهناك حيث قاطعت المعارضة هيئة الحوار الوطني واشترطت وقف العنف والرصاص. لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. يعني كل حما ضد النظام كله. والله برافو. انا إلي صديق من الجزائر، من حما، بيستثمر في بيع الادويه والاجهزه الطبيه بتاع الاسنان. هو لقب عائلتهم وابو ملاز، يسموه ابو ملاز عدي، ولا ما عدي 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 عائله عدي عدي. طبعا نحن في حماة التي نراها إلا في الجزيرة وفي من دون أي قناة أخرى، خصوصا أن النظام السوري لا يريد أن يعترف بالمعارضة، فهي حماة صامدة، وهو العصيان المدني من خلال الإضراب الشامل بغلق جميع محلاتها وطرقها الفرعية. إذن كانت هذه زيارتي إلى حماة سورية بصعوبة. الجميل في الأمر أنه زيارتي الرسمية مع وزارة الإعلام السورية كانت تنحصر على حوالي 72 ساعة فقط، لكن لحسن حظي أنه مضيفو الجوية الجزائرية عملوا إضراب وتأخر سفري 4 أيام أخرى، ما سمح لي بإتمام مهمتي بزيارة النقاط التي كانت فيها دماء تسيل في سوريا، خصوصا درعا وحما، وتمكنت من التوجه إلى هذه المناطق ومحاورة المعارضة والمواطنين حول جدوى الحوار الوطني الذي فشل وقتها، ولم يكن هذا اللقاء التشاوري إلا حوار مع السلطة نفسها وفقط في غياب المعارضة الحقيقية. في حماة كنت أموت برصاصة من القناص. نعم، كنت قد زرت المعارضين، فكنا أدان العصر فأردنا نقطع الطريق إلى المسجد لصلاة العصر، فكانت رصاصة فوق رأسي مباشرة من قناص هناك في حماة. الحمد لله نجوت بأعجوبة، ورغم ذلك بعد عودتي إلى الجزائر كتبت مقالا من صفحتين، وهو روبورتاج مطول قلت فيه وخرج في الصفحة الأولى لجريدة الخبر: سوريا ليست بخير يا بشار، وكذبت بعض الأطراف زيارتي إلى حما وذرعا رغم حيازة الفيديوهات والصور وتذكرة السفر من سوريا دمشق إلى حما وإلى ذرعا. لكن الحمد لله أكدت واحتفظت بكل هذه الوثائق التي تثبت فعلا أني زرت هذه المناطق، ومع ذلك كانت هناك حوارات على هامش هذا هيئة الحوار الوطني في لقائها التشاوري بحضور سياسيين وفنانين. نترككم مع هذا الفيديو. الساعة تشير إلى 4:30 بتوقيت حماة وسوريا، والخبر تدخل إلى منطقة حماة التي تعارض النظام السوري منذ 3 أشهر. إنها صامدة ضد الفساد الذي عشعش في سوريا منذ 40 سنة، وهم يقولون لن نرضخ لأي ضغوطات، وستستمر المعارضة والمسيرة ضد هذا النظام الفاسد إلى غاية أن يسقط وأن تتحرر كل سوريا شبرا شبرا.
دار دار ومنطقة منطقة بكل ربوع سوريا التي تحلم بالحرية والديمقراطية بعيدا عن الفساد وبعيدا عن القمع الذي أدى إلى مقتل العشرات بل المئات إن لم نقل الآلاف من أجل قول لا ضد نظام بشار الأسد الذي يريد أن يحكم ويخلد إلى الأبد.